أكد استطلاع رأي أجراه مركز البحرين لدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه كان لها أعظم الأثر في بث الطمأنينة والهدوء في أوساط المجتمع البحريني، وعززت الروح الوطنية الجامعة عبر تكامل الجهود الرسمية والأهلية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وأظهر استطلاع مركز دراسات والذي يعد الأكبر من نوعه تأييدا قياسيا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها مملكة البحرين لمكافحة فيروس كورونا وجهود فريق البحرين الذي يقوده باقتدار ونجاح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للمحافظة على صحة وسلامة الجميع. وقال رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبد الله بن أحمد آل خليفة إن القيادة الاستثنائية والحكيمة لجلالة الملك المفدى قادت مملكة البحرين إلى بر الأمان وسط أزمة عالمية غير مسبوقة، ونجحت الجهود الوطنية الرائدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا بروح فريق البحرين الواحد. وأوضح رئيس مجلس الأمناء أن هذه الدراسة المسحية تأتي ضمن استجابة وتفاعل مركز دراسات مع الجهود الوطنية لاحتواء تداعيات فيروس كورونا.